السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. النادي الأهلي زي ما قلت حضراتكم أنه كان تقدم بخطاب للكاف صباحا علشان يعني يتحلى بمسؤولياته بخصوص مباراة النادي الأهلي ورجاء مباراة العودة اللي هتكون في المغرب والمحافظة على بعثة النادي الأهلي. يعني أيضا النادي الأهلي في رد فعل سريع لما فعله خالد الغندور من بث للفتنة والتحريض على النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي في المغرب كما حدث في السابق من تحريضه على النادي الاهلي في قبل مباراه الهلال. ده تاريخه جايين يا جماعه، كل الناس عارفه والبلد كلها عارفه تاريخ خالد الغندور، وخالد الغندور لم يحاسب بل بالعكس بنديله مساحات في الاعلام. انا عمال اتكلم وانا عمال هاتي من زمان اقول هو ومراته يتعمل له برنامج لوحده، يطلع في الاذاعه، يطلع مع سيف، يطلع مع قناه نادي الزمالك، في كل مكان منتشر منتشر متوغل. يعني زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي من خلال صفحاته الرسميه اعلن عن شكوى خالد الغندور غدا صباحا الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد الاعلامي وما يقوم به خالد الغندور من تدوينات على حسابه الرسمي على الفيسبوك كلها غير حقيقيه، تهدف الى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الاهلي الذي سوف يتوجه المغرب صباح غدا لخوض مباراه العوده في دور الثمانيه لدوري الابطال والمحدد لها الجمعة المقبل بملعب مركب محمد الخامس. ويطالب النادي الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال خالد الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية. فقد حدث ذلك عند ملاقات الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور مجموعات 2020. يعني النادي الأهلي بيقول يا كرم جبر يا مجلس أعلى للإعلام عمل الكلام ده قبل كده في مباراة الترجي، ده على سبيل المثال مش الحصر. لكن رد فعل خالد الغندور كان ايه؟ خالد الغندور طبعا على الكلام اللي قاله بخصوص اعترافه بيقول لك مهدي عبيد نفسه يعترف، بوست كتبه ومسحه وجاب حته قصقوصه كده متفبركه بيقول لك تصريح خاص لقناه الهداف الجزائريه. لمهدي عبيد بيعترف يعني، ومن خلال قناه النادي الاهلي وبرنامج مالك وكتابه المسؤول عن قناه الهداف الجزائريه، قناه الهداف الجزائرية قال لك هذا التصريح لم يصدر عننا ولم يتم الاتصال بمهدي عبيد ولم نكتب هذا ولم نتطرق للموضوع من الأساس. إذن خالد الغندور فبرك هذا الأمر عن عمد لإثارة الفتنة. الكلام ده خلال القناة ما فيش حاجة من الأساس من الكلام ده ما أساسا ما حصلش يعني. طب كان رد خالد الغندور إيه؟ خالد الغندور طبعا عمل بث سريع بث مباشر وقال أنا صديق لي أصدقائي عدد كبير منهم أهلاوية وأعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي أصحابي ولاعيبة النادي الأهلي أصحابي ووالدي الله يرحمه كان أهلاوي كبير، أنا زملكاوي وبنتكلم كورة، كنت عملت فيديو على موقع مش عارف كورة بلس ولا معرفش اللي هو بيعمل كورة إكس ولا معرفش سبورت إكس ومعرفش الموقع اللي بيعمل، عملت موقع ربما فيهم خطأ أو طبعا أتكلم عن التحكيم غير البوست اللي هو كتبه وحذفه ولم يتطرق ليه اساسا، لكن من سوء حظه ان الكل خد سكرين شوت للتغريده بتاع خالد الغندور. وبيقول لك ايه خالد الغندور بقى؟ لو حد فهم كلامي غلط انا بتاسف. لا مش غلط، مش غلط، انت متعمد يا خالد الغندور. مش عاي وانا هنا ما بخشش في نواياك لان هرصد لحضرتك دلوقتي الكلام بتاعك السابق اللي ينم على ان اللي انت بتعمله ده منهج حياتك، يعني مش خطا، مش حاجه كده يعني عكس القاعده بتاعتك كلها اثارت فتن. لك مش عايز اي حد يزعل مني ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلي، ودي كوره وبنفس كورتي يا راجل، خليتها كوره ده انت خليتها دم وخليتها موت وخليها. خالد الغندور بيقول لك بتاسف وبعتذر يعني. طب تعالوا بقى انا هنرصد لكم بعض حاجات لخالد الغندور. طبعا
لو تتذكروا قصة مراجعة النفس وقصة إنه أنا بغلط وخلاص ومش هكرر ومش هرجع، في الأستاذ فيصل زيدان على صفحته على تويتر كان كتب موقف جامعه بخالد الغندور، بيقول لك في حوار تلفزيوني عام 2011 فيصل زيدان بيسأل خالد الغندور، فبيقول له إيه؟ نادم. الأستاذ فيصل زيدان بيسأل خالد الغندور بيقول له أنت يا خالد الغندور نادم على دورك المحرض في أزمة مصر والجزائر؟ فكان رد خالد الغندور قال لك نادم وبعتذر ومش هعمل كده تاني. يعني ده موقف، وأنا لازلت زي ما بقول لحضراتكم، وأعتقد حضراتكم شفتوا كلكم الفيديو اللي عمله والمداخلة اللي عملها علاء مبارك في هذا التوقيت في 2010 مع خالد الغندور، وخالد الغندور ملى عيونه بدموع، ربنا يخليك يا استاذ علاء، ربنا يخليك يا استاذ علاء، وشي. وطبعا مفيش قصه ولا حكايه ولا روايه، وهيج الامور على بعضها، والاعلام المصري ولع، وبقينا في العيد الاضحى كان يحصل حاجات، والاعلام الجزائري الدنيا شغال بسبب خالد الغندور. هل عاد خالد الغندور تراجع؟ لا، خالد الغندور كان ليه دور في التحريض على جمهور النادي الاهلي في بورسعيد من خلال لقاءات علي السيسي، بعدها تاني وتالت وعاشر. طيب خالد الغندور المواقف بقى اللي حصلت كلها، مرورا باسماعيليه، مرورا ب قبل كده كان مباراه غزل المحله قبل مجزره بورسعيد، لما فاكرين كلنا الامن نزل في وسط مباراه النادي الاهلي وغزل المحله عشان يحمي لعيبه النادي الاهلي، كان برضه من تحريض من خالد الغندور، مرورا بالترجي، مرورا بالهلال، لحد مباراه الرجاء. طيب خالد الغندور لما تعب هو وبنته جالهم كورونا وقعد فتره، طلع قالك بشكر النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ ومش عارف مين، والاتصالات اللي جات لي، والفتره المرض اللي حصلت ليا دي والله خلتني اراجع مواقفي وافكر اقول الدنيا مش مستاهله، وهتشوفوا خالد غندور جديد المره اللي جايه. طب شفنا خالد الغندور؟ لا ما شفناش خالد الغندور. ها شفنا اتغير خالد؟ لا ما اتغير. طلع اتهان، اتمرمط مرتضى منصور، بعتر كرامته على شاشه التلفزيون يقول لك ايه انا مش سندوتش خالد. خالد غندور طلع قال لك انا لا مش متعاقد معاه، انا متعاقد مع قنوات اللي هي اعلام المنتشر اعلام المصريين، وانا لا كل طاقه كل واحد له طاقه ويلي 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 ويلي. وطلع مرتضى منصور قال له خالد الغندور هيمشي وبتاع، طلع خالد الغندور بحبك يا استاذ مشار، بحبك يا مش عارف ايه، هل تغيرت؟ لا، ده انت بتمر التجارب اللي انت مشيت بيها دي كلها من سيء لاسوأ لاسوأ لاسوأ، واعتقد والله اعلم ان بعض من الدماء التي سفكت وماذا انت ربما رب العالمين الله اعلم تتحمل انت جزء من التحريض على هؤلاء يا خالد الغندور. يعني فقصه ان انت هتراجع نفسك وغلط وتطلع في الفيديو يقول لك على ما يبدو ان كثر الكلام بتجيب زعل وانا ما اقصدش ومش هتكلم كتير تاني، فالحركات دي كلها الناس مش هتاكل منها. نفس الاعلام شادي عيسى مشي في نفس سكه الاخ الاخ خالد غندور. شادي عيسى عمل فيديو يتكلم عن اعترافات مهدي عبيد عن ان ضربه الجزاء غير صحيحه، ضربه الجزاء صحيحه، وقلنا في فيديوهات وفي لقطات جابت وبتاع، لكن تاني وتاني انت دورك ايه؟ بتكذب على مهدي عبيد، بتختلق قصه، بتفبرك حكايه. هو نفس اللي شادي عيسى اللي مرتضى منصور جابه علشان يشتري سكاته وشغله في قناه نادي الزمالك، هو شادي عيسى اللي كان طلع مع كريم حسن شحاته ويقول لك نادي الزمالك ده مش نادي، ده عزبه بيديرها مرتضى منصور، مرتضى منصور خلى لواء يبقى كبير كابوهاتنا جماهير نادي الزمالك، ويطلع جماهير نادي الزمالك مجلس اداره لو في مجلس حقيقي هيرجع خالد مرتضى، رجعه وبقى مستانس وتمام التمام على قناه نادي الزمالك. انتوا ايه؟ انتوا مش مكسوفين؟ الفيديوهات موجوده وبترصد خيمتكم الثقيله. في نفس السياق مسؤولين نادي الرجاء واعيين وفاهمين لما يدور ويحدث، كان في تصريحات لعبد الاله الابراهيم متحدث من نادي الرجاء المغربي، اتكلم وقال هنستقبل النادي الاهلي افضل استقبال زي ما حصل معانا في القاهره وهنعملهم بالمثل احسن معامله، وقال تبقى الاخوه وعلاقات الود بين الاشقاء اهم من مجرد مباراه كره قدم. في الاول هي مباراه كره، لكن العلاقات الوديه بيننا وبين الاخوه الاشقاء والنادي الاهلي اكبر من محاولات صانعي الفتنة وهواة الصيد في الماء العكر. نتمنى المسؤولين في البلد يفوقوا قبل ما تحصل كوارث بسبب خالد الغندور وإعلام نادي الزمالك والتحرير تاني وتالت وعاشر. انت دخلك ايه الا صنع الفتنة؟ مباراة بين الاهلي في بطولة افريقيا، مش في ملناش علاقة، مش في الدوري عشان انت ده في بطولة افريقيا علاقة، وانت بره المنافسة علاقتك ايه؟
شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.